أن يحقق اللي آمل وآملي وطيد، ولن يخيب إن شاء الله في الإخوة الأفاضل القائمين على المدى أن يوفروا في هذا المعرض ويلبوا حاجة الباحثين، بالأخص في الكتب اللي لا تدخل السوق العراقية في الأحوال العادية. قامت معرض الكتاب في الدورة الثالثة في بغداد، لها صداها الكبير في مجتمعنا وعند المثقفين أجمعين، لمشاركة دور نشر عديدة من جميع أنحاء الوطن العربي، إضافة إلى استضافة مثقفين مرموقين كما حصل في الدورة السابقة، وكانت القاعات غاصة بالحضور للإفادة والاستفادة من هذا الطرح.